للمرة الثالثة ينجح لاجئ سوري يقيم في المملكة المتحدة في التفوق على الآلاف من المتنافسين من دول العالم لينال جائزة مرموقة ويحظى بدعم كبير من بريطانيا، فما قصته؟ استمراراً لسلسلة نجاحات السوريين في بلد اللجوء، تمكن لاجئ سوري يدعى حسام الوعر ويقيم في بريطانيا من وضع اسمه ضمن المتميزين في بلاد اللجوء. فبحسب التقارير الصحفية، فإن المهندس السوري نال وسام ريد ومالك لعام 2023 لتكون بذلك المرة الثالثة التي يحصل فيها على ذات الوسام، وهو إنجاز لم يصل إليه أحد من قبل. الدكتور والمهندس السوري حصل على تلك الجائزة من معهد الهندسية المدنية، وذلك عن أفضل مقال صحفي في مجال التصميم والتخطيط الحضري بعنوان تحديد التصميم الحضري على اعتباره تعليماً ومهنة متخصصة ومدعمة بالأدلة ومنسقة، حيث نال تلك الجائزة المرموقة بعد أن تفوق على الكثير من الباحثين والعلماء المتنافسين الذين شاركوا في هذه المسابقة من مختلف دول حول العالم، ليصبح بذلك أول باحث دولي يحصل على هذا الوسام وميدالية ريد ومالك المهمة ثلاث مرات عن سنة 2015 و2018 و2023. وفي حديث لوسائل الإعلام الغربية، قال المهندس السوري إنه يشعر بسعادة بالغة بعد توصله لذلك الإنجاز غير المسبوق وحصوله على وسام ريد ومالك، والذي يعد من أرفع الأوسمة لدى دول الغرب. وبحسب المهندس السوري، فإنه ينحدر من محافظة حمص وسط سوريا، ويقيم في الوقت الحالي في بريطانيا، حيث يعمل أستاذاً ومحاضراً في قسم التخطيط والتصميم الحضري في كلية العمارة والتخطيط في جامعة دندي في بريطانيا. هذه الجامعة التي يعمل بها المهندس السوري احتفت بحصوله على الجائزة من خلال نشر تقرير على موقعها الرسمي على الإنترنت، ذكرت فيه إسهامات المهندس السوري وتفوقه الشديد، حيث أكدت أنه يحظى باهتمام من قبل الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه اختير لأكثر من مرة ليكون المستشار الخاص لفعاليات شاريت وبرنامجها الممول للأفكار الجديدة المبتكرة. ونوهت الجامعة إلى أن المهندس السوري لديه العديد من المشاركات والإسهامات في هندسة العمارة المدنية والهندسة المعمارية عموماً، حيث أنه نشر حوالي 50 ورقة بحث دولية إلى جانب العديد من التقارير المهنية، كما أنه ساهم في تأليف العديد من الكتب في مجال الهندسة المعمارية والعمران، وخاصة الذي يتعلق بالتصميم الحضري والاستدامة. ويذكر أن وسام ريد ومالك الذي حصل عليه اللاجئ السوري يتم منحه كل عام بشكل مستمر منذ العام 1993، ويكون مخصصاً فقط للباحثين والمؤلفين الأكاديميين الذين ينتجون أعمالاً ذات جودة عالية ومفيدة في مجال الهندسة وبناء الأبنية الحضرية الحديثة.